سلام صديقاتي الغاليات، ان شاء الله دائما في سلام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم كيك بحجم عائلي، كيك الليل ان شاء الله غادي يعجبكم. مكونات كيف ما عودتكم دائما جد بسيطه واقتصاديه. فاول حاجه غادي نبداو بها، غادي ناخذ جوج ديال البيضات اللي غادي يكونوا بالحراره ديال المطبخ. غادي نضيف عليهم كاس ديال السكر سنيده مع قبيصه ديال الملح. غادي نضيف ايضا واحد صاشيه ديال الفاني. غادي نحرك الكل جيدا حتى تنحسوا بان داك السكر داب شويه مع داك البيض، فضروري نحركو مزيان حتى تيتحل لينا داك السكر. غادي نضيف نص كاس ديال الزيت. غادي نضيف ايضا كاس ديال الماء ديال العنبه. غادي نخلط الكل جيدا. الماء عادي. من بعد غادي ناخذ الدقيق، غادي نضيف الكاس الاول، غادي نحرك وغادي نضيف من بعد الكاس الثاني لان كاس واحد ما كافيش. غادي نضيف الكاس الثاني ويقدر تضيفوه حتى جوج الكيسان وربع او اونص على حسب الحجم ديال البيض. الا كان البيض كبير فراه غادي نزيدو في الكميه ديال الدقيق، وايضا حتى نوعيه ديال الدقيق واش كيشرب ولا ما كيشربش، فما غاديش نتقيدو بالكميه ديال الدقيق اللي ضفت انا، فكل واحد على حسب الخليط ديالو. غادي نخلط كما لاحظتوا مازال خفيف، فانا راه ضفت كميه اخرى ديال الدقيق، فغادي نبقاو نضيفو حتى تنحصلو على العجين ديالنا اللي كنكتبو رقم 8 وكيبقى لينا واضح. غادي نضيف جوج صاشيات ديال الخميره ما يعادل 14 غرام. من بعد غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الخل وغادي نخلط الخليط ديالي مزيان. فالخليط كما كتلاحظوا كنكتبوا ديك رقم 8 وكتبان لينا. غادي ناخذ اللاطه اللي كتدخل الفران، غادي نخوي فيها هذا الخليط من بعد ما دهنتها بشويه ديال الزبده ورشيتها بالدقيق. غادي نشعل عليها الفران من التحت حتى تطيب ليا تقريبا واحد ثلث ساعه هكاك، ومن بعد كنشعل عليها الفران من الفوق على درجه 180 درجه. تيكون هذا هو الكيك ديالنا. كنسقي بواحد شويه ديال الحليب ماشي بزاف. كناخذ هنا الحليب، تقريبا عندي اطرول لارب ديال الحليب. ضفت فيه واحد الصاشيه ديال الفاني. غادي نضيف السكر على حسب الذوق، انا ضفت 4 ديال المعالق ديال السكر. غادي نضيف ايضا الكريم باتيسير، غادي نضيف 4 ديال المعالق ديال الكريم باتيسير يكونوا عامرين مزيان. من بعد غادي نخلط كل شيء على البارد وغادي نديرو فوق البوطه حتى تعقد ليا، فضروري هاد المعلقة، انا بالنسبه ليا عندي هاد المعلقه كبيره، فالا كان عندكم دوك المعلقات المتوسطين فالمعلقه خاصها تكون بومبي تكون عامره مزيان باش الكريمه ديالكم كتجي عاقده وشاده مزيان. من بعد ما رديتهم فوق النار غادي نخويها مباشره على الكيك ديالي وغادي ندخلها للثلاجه على ما نوجد الكراميل. فهنا في هذه الاثناء راه ما تصور لياش فاش ضفت البنان، فرشت واحد الطبقه ديال البنان اللي غطات الوجه ديال الكريمه كامله. خديت هنا كاس العنبه ديال السكر سنيده درته فوق البوطه على نار مهيله حتى تيذوب لي السكر، عاد باش كنجيب هكا شي معلقه ولا شي حاجه وكنخلط بها. كناخذ معلقه صغيره ديال الزبده كنضيفها، من بعد كنضيف واحد اقل من 4 كاس تقريبا واحد جوج معلقة ديال الماء، كنضيفهم جوج معلقات كبار ديال الماء. من بعد كناخذ واحد الكاس ديال الحليب اللي كنخلطو مع الكريم باتيسير، كندير واحد المعلقه عامره ديال الكريم باتيسير كنخلطها مع الحليب وكنضيفها على داك الخليط كامل. كما كتلاحظوا هذا الخليط كيبقى كيتجمع، واخا هكا غادي نبقاو نحركو هو كيعقد وهو كيتحل لينا في نفس الوقت مع قبيصه ديال الملح كما لاحظتوا معايا. فهنا الخليط ديالنا بدا كيعقد. من بعد غادي نفرغو مباشره من فوق داك البنان اللي فرشنا في الكيك ديالنا، فانا هنا استعملت 4 ديال البنانات. غادي تقطعوهم بشكل اللي كيكون رقيق، 3 حتى 4 على حسب الحجم ديال البنان. انا كان عندي البنان صغير فدرت 4 ديال البنانات، كان البنان كبير فراه غير 3 ولا 2 راه كافيين الا قطعتهم بشكل اللي كيكون رقيق. تيكون هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا. من بعد ما فرغنا عليه الكراميل غادي نردوه حتى تيبرد، ومن بعد غادي تقدموه بالصحة والراحة.
انه عصير اللي فيه العديد من الفوائد الصحيه، لانه عنده واحد القيمه غذائيه عاليه بما فيها الفيتامينات المعادن والمركبات العضويه مثل الكاروتينات والالياف الغذائيه والفيتامين الفيتامينات والحديد والنحاس والفوسفور، لانه مصدر جيد لهذه الفيتامينات كامله اللي غادي تعطيك واحد الطاقه وتجربوه ان شاء الله وتستمتعوا به انت وجميع افراد العائله ديالك. فغادي نبداو على بركه الله. فعندنا اول حاجه غادي ناخذ واحد التفاحه. فبالنسبه لهاد التفاحه كنغسلوها مزيان وغادي نحتفظوا بالقشره ديالها، غادي نحيدوا غير شي بلايص الا كانوا فيها القشره اللون ديالها ماشي هو هذاك غادي نحيدوها. فبالنسبه لي انا عندي هاد التفاحه القشره ديالها مزيانه فاحتفظت بها كامله كما كتلاحظوا معايا. غادي نقطعها القطع صغار على هاد الشكل هذا. فتفاحه وباربه وحده الا كان الحجم ديالها كبير فراه كافيه. فبالنسبه لي عندي الباربه الحجم ديالها صغير، لهذا استعملت جوج ديال الباربات كما لاحظتوا معايا في البدايه ديال الفيديو. فبالنسبه للباربه غادي ناخذها خضراء ما طايباش، هكا كنحتفظوا بالقيمه الغذائيه ديالها اكثر واكثر. كنتو ما كتحبوها شويه خضراء يمكن لكم تسلقوها، فانا كنفضل انكم تخليوها خضراء. غادي ناخذ ديك الباربه وغادي نقيها، غادي نحيد ليها القشره ديالها. فاخدي جوج باربات الحجم ديالهم صغير، الا كانت باربه اللي متوسطه فاكتفيو غير بوحده. فمن بعد ما قشرتها غادي ندوز للثانيه. من بعد غادي نقسمهم على جوج وغادي ناخذ الحكاكه وغادي نحكم في الحكاكه، لانهم خضرين غادي يكونوا قاصحين على على الطحانه فاش غادي نطحنهم. فكنساعد الطحانه كنحكم هكا باش كيجيو القوام ديالهم طحون مزيان فاش كنعصروه. خديت هنا الزبيب، واحد الكميه ديال الزبيب اللي رطبتها في الماء. خديت ايضا التمر اللي قطعته قطع، فخذوا خذوا واحد سبعه ديال التمرات تقريبا هكاك، الزبيب واحد ثلاثه المعالق ديال الزبيب. خلطتهم، غادي ناخذ لتر ديال الماء، غادي ناخذ الخلاط وغادي نضيف فيه دوك المكونات كامله. فهنا الزبيب والتمر راه كافيه الحلوه ديالهم، جاتكم ما كافياش يمكن لكم تزيدوا العسل الحر. كنتو ما كتوفروش على العسل الحر وكنتو كتمول فين كتشربوا العصير ديالكم بالسكر، يمكن لكم تضيفوا السكر. المساله ديال الحلاوه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. كنخلطوه مزيان ومن بعد كنصفيه فشي صفايه وكنقدموا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. كنتمنى انه يعجبكم. شكرا لكم صديقتي، كنتمنى انكم تخليوا لي التعليق ديالكم. الى اللقاء.